محمود مرداوي، أهلا وسهلا بك سيد محمود. في البداية، هل تبلور لديكم رد على اقتراح اتفاق باريس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن منذ البداية قلنا أن هذا المقترح سيكون للحركة آجلا معاجلا ردا عليه تفصيلي، وهذا الرد بدون شك سيراعي الخلاص من هذه المشاهد التي نشاهدها على شاشة الجزيرة مباشر. هذا القتل يجب أن يتوقف، هذا التدمير يجب أن يتوقف. أي مقترح لا يضمن منذ البداية وقف هذا الشلال من الدماء وانسحاب جيش الاحتلال الذي لم يلتزم بأي هدنة سابقة ولا اتفاق وقف النار إن لم يكن خارج القطاع، ثم ترك أهلنا ومدننا وقرانا والبنية التحتية، ولا يوجد مساجد تقام فيها الصلوات ولا مدارس يتعلم فيها الأطفال والطلاب ولا مصانع ولا زراعة، كله تدمر. هذا يجب أن يكون في أفق ومسار لإعادة ترميمه وإعادة إنشاء بنية تحتية للإنتاج المحلي، يعني التخفيف من معاناة شعبنا. كل ما له صلة بالحياة في القطاع تم تدميره، فبالتالي الرد الذي سيتبلور سيأخذ بعين الاعتبار كل هذه المسارات. ثم العدو الصهيوني المعتدي، والذي في كل المقترحات السابقة أبطلها وتنصل منها، وكل التأخير الذي امتد أشهر، وأنا أذكر المشاهدين في التبادلات السبع التي أطلق عليها هدنة أيام متتالية، كان يرفض منذ البداية. من اليوم الخامس ونحن نقول نود يعني إطلاق سراح كل المدنيين من الأسرى والمختطفين، قلنا ذلك ولكن رفض وأراد أن يطلق سراح الجميع، القتلة الجنود والضباط والمجندات وكله مرة واحدة، ورفضنا. بقي يناور حتى يعني مر شهر وعشرة أيام ورضخ، وبعدها أصرت المقاومة لتدفيع ثمن مقابل ما كنا نريد إطلاق سراحه دون يعني أي مقابل، فقط من أجل أن نثبت لهذا العدو أن القوة الغاشمة لا يمكن أن تفرض أي مسار على شعبنا. ومن ذلك اليوم حتى هذه اللحظة وهو يرفض كل المقترحات ويريد أن يعيد أسراه ويبقي شعبنا مدمي في هذه الحالة، قتل وتشريد وجوع وطرد من المنازل وفي داخل المدينة من الحي إلى الآخر، وفي كل لحظة يقوم بتحديد أماكن آمنة، ثم ما تلبث العائلات إلا والصواريخ تسقط فوق رؤوسها. هذا العدو في هذه النقطة وبخصوص التفاوض والوصول إلى صفقة، سيد محمود، هيئة البث الإسرائيلية قالت منذ قليل إن أربعة وزراء من حزب الليكود هاجموا اليوم منح صفقة التبادل خلال جلسة الحكومة الأسبوعية. هذا التناقض بين الحكومة، بين مكونات الحكومة الإسرائيلية، حزب الليكود يهاجم منح صفقة التبادل بالإضافة إلى بن غفير، كما يدافع عنها حزب المعسكر على سبيل المثال، بل هددوا بالاستقالة في حال رفضت الحكومة هذه الصفقة. كيف تعلق على هذه الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية، رغم أن من الشائع أن الكرة في ملعب حماس؟ هذا ما يقوله الإعلام الإسرائيلي على الأقل. مطلقا غير صحيح، وهذا يعني يتبين بشكل قاطع أن كل ما يقال كذب وافتراء وتضليل، وهو يعني ضرمات في العيون للأسف، عيون الوسيط الأمريكي. الوسطاء العرب يدركون ويعلمون علم اليقين أن ما يجري هو عملية تدويخ، تدويخ نتنياهو يدوخ في المشهد الإقليمي والدولي. ولاحظ يعني ابن كفير يتحدث بما يفكر به نتنياهو. نتنياهو خطته واضحة، يريد إسقاط بايدن والمجيء بترامب على اعتقاد أنه سيقف إلى جانبه ويبقي حق
حكومته. لاحظ قال المرحلة الأولى 23 يوم وقد صدقت وشاهدتم، المرحلة الثانية 3 أشهر وقد تم، والمرحلة الثالثة ستكون 6 أشهر، والستة أشهر تنتهي على أبواب يعني الانتخابات الأمريكية، وهو يقصد أن لا يريد أن يعطي بايدن. إذن الصراع ما بين نتنياهو والمشهد الإقليمي، لأنه يريد أن يقفز عن الحقوق الوطنية الفلسطينية، ولكن يعني أن له ذلك. هذا يعني وزراء الليكود، طب ما بالك في وزراء سموتريتش ولا ابن كفير الذي هاجم الإدارة الأمريكية وبايدن، ويهاجم أصلا ويهدد نتنياهو، ونتنياهو لا يتجرأ لأن مصيره ومستقبله السياسي، ووجوده في السجن من عدمه في يد ابن كفير ال64 لبلوك هارد، هذا هو يعني ملاذ نتنياهو. ونتنياهو سجن نفسه في هذه الزنزانة، زنزانة ال64، ولن يخرج منها. بالتالي محاولة يعني التسليم بموقف نتنياهو ونقل الكرة على اعتبار أن الموقف الفلسطيني هو الأضعف موقف المقاومة قراءة خاطئة، والأيام ستثبت ذلك تماما. طيب هناك خبر آخر عاجل نقلا عن هيئة البث الإسرائيلية، أن إسرائيل تعمل مع مصر على إيجاد خطوط عريضة لعملية عسكرية برية في رفح، عملية عسكرية برية في رفح تحت يعني تحت المفاوضات بين إسرائيل ومصر حتى هذه اللحظة، لإيجاد خطوط عريضة للعمل عليها. كيف تعلق على ذلك سيد محمود؟ نحن نقول بشكل واضح أن شعبنا الفلسطيني يريد الخلاص من الاحتلال، وهو دفع الثمن مضاعف لقاء هذا الموقف الإقليمي والدولي يعني المتراجع أو المتخاذل الذي لا يتخذ الموقف المناسب في وجه هذه الآلة، آلة القتل، هذا التمرير المالي والعسكري من الولايات المتحدة. ونجد كثير من الدول تتماهى مع هذه الرؤية، وكل الدول التي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني لا تقدم يعني دعما وإسنادا مباشرا. نعم الموقف الصهيوني بات واضحا معرا مكشوفا أنه معتدي مجرم يمارس إبادة جماعية، ومحكمة العدل الدولية أثبتت ذلك، وهي تسير ومنحت هذا العدو شهر من الزمان ليتخذ تدابير، وهو يتخذ تدابير معاكسة لما طلبت محكمة العدل الدولية، ويثبت يوما بعد يوم. وبالتالي التهديد في رفح لشعب قدم 100,000 بين مصاب وشهيد، وهدم 70% من القطاع من أجل القفز عن حقوقه وإبقائه تحت رحمة هذا العدو، قتلا وترحيلا وتهجيرا وتجويعا لا يمكن. وبالتالي نحن نرى النصر قريب بإذنه تعالى، ونحن في يعني الساعات الأخيرة، وهي عض على الأصابع، ونحن يعني بالنهاية سنتجاوز هذه المحنة، وشعبنا يعني علم هذا العدو وغير هذا العدو أنه قادر على الصبر مع أنها آلام وأحزان كبيرة، لكن الأوطان والمقدسات في لحظة من اللحظات عندما تتخلى الأمة تجد أن الشعوب من مقتضى ثباتها وجودها وعيشها بكرامة على أرضها أن تقدم تضحيات بسخاء، وما يفعل الشعب الفلسطيني هو لقاء التراجع في الموقف العربي والإسلامي بينما هذه المجازر تستمر. أفلام تشاهد في يعني هذا العالم العربي والإسلامي، أنا لا أريد كل أحرار العالم مع أنهم هم من ذهبوا إلى المحكمة العدل الدولية، وهم من يحاسبون ويحاكمون هذه الدولة المارقة المجرمة التي تبيد الأطفال والنساء، لكن شعبنا سيصمد، وثبت في الماضي والحاضر والمستقبل، وكل من يراهن على أن الزنزانة التي حصنها نتنياهو من 64 عضو يعني يسلم بمواقفها ويلجأ إلى الطرف الذي يقصف ويقتل من أجل أن ينتزع من مواقف، هذه قراءة خاطئة، والأيام والساعات القادمة ستثبت ذلك. طيب سيد محمود،
هل لديكم موافقة مبدئية على هدنة مقرونة بصفقة أو يعني بضمانة إقليمية أو دولية لأن تنتهي الهدنة أو لا تنتهي هذه الهدنة حتى يتم وقف كامل لإطلاق النار؟ هذه الضمانة الإقليمية أو الدولية هل هي كافية بالنسبة إليكم للوصول إلى حل وسط بين هدنة قصيرة وبين وقف كامل لإطلاق النار؟ نحن نقول بشكل واضح أي مقترح إطار يجب أن يتضمن في نهاية المطاف نصوص واضحة نعتمد عليها ونستند إليها في يعني خطابنا ومفاوضاتنا، وتأتي لاحقا الضمانات. أما ضمانات بدون نصوص لا يمكن أن نذهب على يعني مسار يترك أمور مركزية وقواعد أساسية للنوايا، لا يمكن بحال من الأحوال. بالتالي نحن في يعني القريب سيتم بلورة رد، والرد سيستند على ما نقول، ونؤكد حتى تكون الأمور واضحة أن هذه المشاهد التي نشاهدها وهذه المجازر التي ترتكب لا يمكن في حال من الأحوال أن ندخل مسارا لا يؤمن نهايتها، وأن هذا الجيش المارك الجيش الذي يعوث فسادا لا يجب أن يبقى في قطاع غزة، يجب أن ينسحب. ثم الإعمار وإعادة الإنعاش لشعبنا المباشر، إعادة ترميم وتفعيل المستشفيات ثم المآوي والطرق والمياه والكهرباء وكل ما له علاقة من صناعة المصانع الأساسية. نحن لا نريد المصانع في المراحل الأولى التي نصدر من خلال التي يعني تقود الناس وتكسر حالة الجوع وتتجاوز هذا الخنق والإغلاق، الإغلاق من كل اتجاه للأسف على شعبنا، ومع ذلك شعبنا صامد لأن الموضوع موضوع رسالة التصاق بالهدف. هذا دين ليعلم كل العالم، دين عقيدي، هذه بيت المقدس، هذا الأقصى، هذه يعني فلسطين، ويبكي تبكي الشعوب في آخر الدنيا من أجل أن تأتي لتجاهد وتصمد وترابط في فلسطين. لذلك شعبنا سيرابط، وما لم يكن أي مسار يضمن. طيب سيد محمود، إلى جانب شرطكم لوقف إطلاق النار قبل الدخول في أي صفقة تبادل، هل هناك شروط أخرى وضعتوها للجانب الإسرائيلي للدخول إلى صفقة تبادل أسرى مباشرة؟ ليس شرطا وقف إطلاق النار قبل الدخول في المرحلة، لكن المراحل يجب أن تتضمن وقف إطلاق النار نهائي وصفقة تبادل. طب هو العدو بده أسراه وإحنا أسرانا يعني حظهم ناقص، كيف يعني؟ طبعا بده يكون في تبادل، لكن الأساس والخطوات الأولى والمركزية التي تتخذ الحركة موقفا حاسما فيها تتعلق بالمشاهد التي يشاهدها الآن على شاشتكم. هذا هو الأساس، هذه المشاهد، مع أن الأسرى يتعرضون لعمليات إذلال وقمع، لكن الأولوية لهذه المشاهد أن تنتهي، وتنتهي بشكل مستمر، ولا يخضع الدم الفلسطيني، دم الأطفال والنساء والعوائل. يوجد من يقول يا عمي اذهبوا لهدني، طب أذهب لهدني 5 أيام وسبعة أيام ومن ثم ينقض على الخيام وعلى المنازل والعوائل ويقتلهم من جديد هذا العدو؟ نبكي يعني أمتنا تبكي دما على هذه المشاهد، ولكن نريد أن ننهيها وبشكل نهائي مسارا لا ينهي هذه المشاهد ولا يضمن تحييد دماء أبنائنا ونسائنا وشعبنا للمقايضة والمزايدة والمساومة والضغط على موقفنا التفاوضي من خلال هذا الدم. نكون دخلنا في المجهول، ولا يمكن أن يجبرنا أحد على أن ندخل في المجهول. لذلك الرد سيتضمن، ردنا على الإطار سيتضمن كل هذه الأسس التي لا يقبل شعب في الدنيا ولا أمة ولا قيادة منصفة مؤتمنة أن تتجاوز هذه
الأمور. من لا يقرأ فينا هذه ال يعني هذا الإصرار يخطئ، ومن يتوقع مواقف منا غير ذلك سيتفاجأ، ومن يعتقد أن المقاومة في دراستها مختلفة كمان سيتفاجأ، ومن يعتقد أن محورا ومسارا معينا في الرد هو من يعطل كمان مخطئ. نحن نعرض الأمور بمنتهى الشفافية ويعني الوضوح. نعم، شكرا جزيلا لك سيد محمود مرداوي القيادي بحركة المقاومة الإسلامية حماس، كنت معنا عبر الإنترنت.